يا معمار خلص الغاز طبخ فاطمة الزهراء بعد ما مستوي. أنا أروح للجوارين هسه وأجيب غاز ونكمل طبخ الزهراء عليه السلام. ألا بخدام الزهراء، الله يطول بعمرك يا أبويا، وإن شاء الله الزهراء ما تنسى خدمتك. أبويا الحقنا غاز خلصنا، طبخ الزهراء ضاع النص. أبويا صديق كذيب، هسه أجيب لك 100 دبة من جماعتي، الناس تتمنى تخدم فاطمة الزهراء. روح أبويا شوف جماعتك منو يعطيك غاز، شوف لو ما خجله. يا فاطمة الزهراء سويتش طبخ اليوم وخلص الغاز، فأريد الشاة تفشيني بحق الحسين عليك. فلاح عد لهم هاي الوساخة وياك وذبها. صار خويا من عيوني. خويا ياسر أمزين لقيتك هنا سوين طبخ لفاطمة الزهراء وخلص الغاز، فأريد من يمك قنينة حتى نكمل طبخ فاطمة الزهراء. حبيبي عامر طبخ الزهراء على عيني وعلى راسي، بس انت من تريد تطبخ حضر جوزانك وحضر غازك، مو من تبلش تطبخ ظل الطلب من الناس ما عنده غاز وما عنده جوزان، ترى ما يصير هيك. روح منا ما اعطي. اقول لك اخويا ليش ما تعطي قنينه غاز اذا مو الخاطر الخاطر فاطمه الزهراء؟ حبيبي اذا راح نعطي قنينه راح يتعلم هو وامثاله يبقون يطلبون. حبيبي فلاح انت مشكور، وانت اخويا ياسر حتى لو عنده قنينه هم نفسك راح تظل وراها، وان شاء الله فاطمه الزهراء ما تنسى خدامها. اخويا يا عمري سوي طبخ الفاطمة الزهراء وخلاص الغاز مالتنا، بس اريد من يمك قنينة نكمل بها الطبخ ونرجعها. صديق كذب خويا، بيتي وحلالي كله نطيف دوا للزهراء، انتظرني دقيقة اجيب لك قنينة واجي. حظك الزهراء يا اخويا. ها اخويا هاي القنينة. ان شاء الله فاطمة الزهراء ما تنساك يوم المحشر. ويا فعلا جماعتي فشلوني، بس واحد ما عرفه وعنده بس هاي القنينة وطاني اياها وقال لي تستاهل فاطمة الزهراء واحد يخدمها. وليدي ما يخدم فاطمة الزهراء خسران بالدنيا والآخرة، شكل الغنى نبني.